الإعجاز. هكذا وصفت صحيفة التايمز البريطانية العريقة مشروع قناة السويس الجديدة. الصحيفة قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف واحدة جديدة من عجائب الدنيا عبر هذه القناة، والتي استغرق حفرها عاما واحدا فقط رغم تشكيك بعض الأصوات. التايم الأمريكية احتفت أيضا بتجربة مرور أول سفينة من القناة الجديدة، حيث أكدت الصحيفة أن افتتاح القناة هو دليل على الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب. وأكدت أيضا أن المشروع سيضاعف حجم السفن المارة به بحلول عام 2023، في إضافة كبيرة للاقتصاد المصري. وكالة رويترز العالمية قالت عن المشروع إنه جزء صغير من مشروع أكبر تخطط له مصر، وهو مشروع محور تنمية السويس، والذي إذا كتب له النجاح فسيحقق رفاهية اقتصادية كبرى في البلاد التي عانى اقتصادها كثيرا في السنوات الأخيرة. وهو المشروع الذي تراه مصر رمزا للكرامة الوطنية. الوكالة لم تنسى أيضا أن تشير إلى قيام مصر بتحقيق حلم كان عمره 146 عاما للموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي، والذي أراد عرض أوبرا عايدة في افتتاح القناة عام 1869، لكن الظروف منعت عرض الأوبرا في الافتتاح. لكن ها هي مصر تحقق حلمه وتعرض الأوبرا في افتتاح قناة السويس الجديدة. أما هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي رأت في قناة السويس الجديدة بأنها ستكون رمز مصر، قائلة إنه بدلا من 3 سنوات كتوقيت مفترض للمشروع، قرر الرئيس السيسي أن يجعلها تتم في عام واحد، وهو إنجاز كبير.